طيب، القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها تتحدث حول الهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع على ناقلة نفط في خليج عمان، تقول بأن هذا الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة مدنية في هذا المضيق البحري الحيوي يظهر مرة أخرى دور إيران المدمر في المنطقة، فبماذا تعلق؟ يعني نحن تحدثت في بداية الحديث عن أن هذه الدولة الإيرانية التي تحكمها الفاشية الدينية هي دولة مارقة. هذه الحكم، النظام الإيراني المتمثل بالفاشية الدينية بالولي الفقيه الخامنئي وطاقم الحكم وما يسمى مصلحة تشخيص الثورة وما إلى ذلك، كلها هذه سلطة مارقة، سلطة تنفيذية تحكم إيران بقوة السلاح وبقوة الضلال. يعني هؤلاء الذين يحملون العمائم التي ليس لها علاقة لا بالإسلام ولا بالمسلمين، هؤلاء ضالين مضلين، يضللون الشعب ويضلونه ويأخذونه في طريق الجهل والخرافات. وبالتالي هذه كما قلت هذه سلطة مارقة، يعني ولا تهتم بالقانون الدولي. يعني اليوم عندما تقصف طائرات إيرانية يعني ناقلات نفط، ناقلات النفط هي عبارة عن يعني ناقلات مدنية تتبع شركات مدنية لا علاقة لها بالعسكر أو الحروب. فإيران ليس لديها ضوابط. أنا كما قلت في هذه المقابلة، إيران ليس لديها أي ضابط قانوني بالقانون الدولي يحكمها فيما يتعلق بالعلاقات العامة، ويفعلون ما يريدون. هؤلاء ما يسمى يعني الضالين من المشايخ والآيات والملالي والمعممين في إيران، هؤلاء يعتبرون نفسهم يعني محصنين، هؤلاء لا ينطقون على الهوى مثل الأنبياء يعني.